Hello, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'akum Mr. Muhammad Talha. Today, inshallah, gonna talk about the difference between three words, talet kalimat muhimma jiddan, muhimma, invent, discover, and explore. الفرق ما بين invent و discover و explore. طبعا التلات كلمات ساعات بيختلطوا على بعض الطلبة ولكن لازم تعرف الفرق ما بينهم كويس. The first one is invent. Invent means the first one to make and give the name. طبعا كلمة invent بمعنى يخترع ويخترع بمعنى ان هو اول واحد يصنع الشيء وكمان هو اللي بيديله الاسم. So when I say Alexander Graham Bell, هنا لازم اقول invented the telephone. هو اللي اخترع التليفون. ليه؟ هو قبل جراهام بيل ما كانش في حاجة اسمها تليفون. اذا هو اللي صنعه هو اللي اداله النيم الاسم. كذلك لما اقول ماركوني invented the radio. طبعا ماركوني هو اللي اخترع الراديو. قبل ماركوني ما كانش في حاجة اسمها راديو. طبعا he was the one who made it and gave it its name. وهو اللي اداله الاسم بتاعه. فبالتالي هنا لازم اقول invent. The second word is discover. يكتشف. يكتشف معناها ان الشيء موجود بس ما فيش حد يعرف عنه حاجة وانا اول واحد بوصله. فبالتالي بقول I discovered it. انا اكتشفته لكن انا ما صنعتوش. اذا الشيء موجود بس الناس مش عارفه. So when I say Columbus discovered America, يعني كولومبوس هو اللي اكتشف امريكا. لو احنا بصينا هنلاقي ان امريكا عادي جدا كانت موجوده قبل ما كولومبوس يروحها ولكن بنقول ان اول واحد وصل لها وعرفنا بيها هو كولومبوس. فبالتالي بقول كولومبوس discovered America. كولومبوس اكتشف امريكا. بالظبط شكل لما اقول دكتور زويل discovered the femtosecond. دكتور زويل هو اللي اكتشف الفيمتو ثانيه. طبعا الفيمتو ثانيه وحده زمنيه موجوده ولكن مين اول واحد يوصل لها كان الدكتور زويل. فبالتالي لازم اقول دكتور زويل discovered the femtosecond. طيب امال ايه حكايه اكسبلور؟ اكسبلور معناها يستكشف وكلمه يستكشف بمعنى increase information about something known to people. هو بيزود معلومات عن شيء معروف للناس. For example, على سبيل المثال لما يجي يقول لي astronauts go into space to, رواد الفضاء بيذهبوا للفضاء. هنا لازم اقول to explore it عشان يستكشفوه. ليه؟ الناس طبعا عارفة ان في فضاء. اما المهمة رواد الفضاء ان هم يزودوا معلومات عن هذا الفضاء. فبالتالي لازم اقول explore it يعني يستكشفه. يبقى اذا هنا invent معناها يخترع الحاجة ما كانتش موجودة قبله هو اللي اخترعها وادها اسم. عندنا كلمة discover معناها ان الحاجة كانت موجودة ولكن he was the first one to find it. كان اول واحد يوصل لها. اما explore معناها ان الشيء موجود والناس عارفاه ولكن احنا increase information بنزود معلومات. Thank you very much for watching. يلا like, share, subscribe and don't forget the bell. Goodbye. السلام عليكم.